الأنشطة المدرسية تعتبر جزء مهم من حياة الطلاب اليومية، مو بس عشان يطلعون من أجواء الدراسة، لكن تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتطوير شخصياتهم فجر. أكيد، ونشوف أن هذه الأنشطة يعني مو بس مجرد ترفيه، لكن وسيلة للتعلم بشكل غير مباشر، ودائما هذه الطرق المبتكرة تساعد في تنمية عدة مهارات، سواء كان للطالب على مستوى فردي أو جماعي أو حتى كالقيادة وتحمل المسؤولية. وايد مهارات ممكن الواحد ينميها، سواء كانت رياضية، فنية، علمية، والأنشطة تفتح للطلاب مجالات وايد وتخليهم يكتشفون مواهب يمكن ترى ما يدرون عنها. صحيح، يعني ياما على قولتهم مواهب اكتشفت عن طريق هذه الأنشطة المدرسية، ويمكن خلينا نقول في محض صدفة فجأة الواحد يشوف يحس انه يحب الفنية ويحس انه يحب الرياضة عن طريق هذه الأنشطة، لذلك هي مهمة جدا. لكن عشان نعرف تفاصيل أكثر خلونا نرحب بضيفنا في الاستديو الأستاذ إبراهيم الطبطبائي، رئيس قسم التربية الفنية في مدرسة البيروني المتوسطة. صبحك الله بالخير وحياك الله أستاذ إبراهيم. صبحكم الله بالنور، اليوم جدا سعيد تواجدي معكم. نعم، وإحنا أسعد أكيد. بداية يعني إحنا شفنا في قبل أن نبلش هذه الفقرة الحوارية، شفنا التقرير وشفنا الأنشطة اللي قاعد تسوونها بالمدارس، ودي يا ريت تكلمني بإيجاز عن هذه الأنشطة والفعاليات. اي في البداية بسم الله الرحمن، هذه الأنشطة احنا يعني الهدف منها لما نسويها هي خلق بيئة جاذبة للطلبة، فمن خلال هذه الفعاليات والأنشطة اللي احنا قاعد نسويها نحبب الطالب بالمدرسة. شنو احلى شيء لما يقول لك الطالب يقول لك انا بنطر لي باكر ابي اداوم علشان الفعاليات اللي قاعد تصير. فمثل ما شفنا بالتقرير اللي توه، هذا كان قريش سويناه مدرسة عبد العزيز حسين، اتفقنا مع الطلبة كل واحد يجيب الأكل اللي يحبه، وخلينا المدرسة كلها يعني تشارك بهالشيء هذا، والحمد لله يعني مثل ما انت تشوف يعني فرحتهم حلوة. وهذا الحين قرقيعان هم سويناه عقب القريش، سوينا فقرة القرقيعان، يعني شوف ما شاء الله فرحتهم وناستهم، يعني هذا شيء كانت مبادرة مساعدة يعني بعض المعلمين اللي معانا، طبعا ما يعني اشكرهم بهالمبادرة هذه. فتشوف فرحتهم وناستهم كل بهالفعاليات اللي احنا قاعد نسويها، وبالاخير شنو؟ ان هذه خلق بيئة جاذبة للطالب نفسه. اكيد صراحة اجواء جميلة فجر. اجواء جميلة ومفيدة. نعم. واكيد الطلبة يستفيدون من هذه الأنشطة. يا ريت تكلمنا عن بعض الفوائد اللي يحصلونها من خلال مشاركتهم في هذه الأنشطة. احنا في وزارة التربية عندنا كل ثلاثة تقريبا نشاط، كل قسم او كل مشاركة بعض الأقسام. الأنشطة تتنوع على حسب مهارات الطلبة نفسهم. عندنا مهارات او أنشطة رياضية، فنية، حتى الأقسام الباقية، اللغة العربية، العلوم. ففي عدة أنشطة وعدة مهارات، الطالب وين يشوف نفسه يقدر يروح يعني يطور من مهارته من خلال النشاط هذا. نعم جميل. زين، بخصوص خلينا نقول على قولتهم الأنشطة المدرسية او الفعاليات اللي قاعد تسوونها، مثل هذه الفعاليات يعني مثل قريش اللي شفناه، هل على قولتهم هي تكون مبادرة مثلا، فكرة منكم انتم ك خلينا نقول معلمين، او انه في مثلا طلبة يعني يجوكم يقترحون عليكم اقتراحات، فبالتالي انتم تعرفون شنو يحبون الطلبة؟ لا والله الأمانة هذه كلها مبادرات من معلمين. إيه؟ احنا نتفق بيننا وبين بعض. طبعا ما يختصر الموضوع مع فيني انا، احنا مجموعة من معلمين نتفق شنو الأشياء اللي مثلا راح نسويها،
بالأخير ندرس الموضوع، نشوف شنو الآلية، شو الطريقة. بالأخير ترى ما نقدر نسوي فعالية إلا إذا كان الطلبة نفسهم هم راح يساعدونا. إذا 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 ساعدونا واستانسوا بالفعاليات بروحهم الحلوة راح يخلون يعني يطلعون الفعالية بأحلى صورة. فكلها تصير موافقة من قبل الإدارة، هذا أهم شيء. إن الإدارات قاعد تعطينا الدعم كله، عرفت اللي يعطونا الجرين لايت. دام ان الموضوع يقتصر على وناسه وفرحه الطلبه نفسها يبا سو. دام ان اهم شيء ان ابي الطالب يجي يستانس ويعطي من نفسه، اساس انه باكر بتحصيل العلمي يطور منه ويستانس وياخذ مثلا درجات الزينه. وهذه نقطه مهمه عفوا فجر، احيانا خصوصا في مرحله خلينا نقول المتوسطه شوي، في صوره نمطيه شوي عن المدارس او عن الدوام والالتزام بشكل عام، انه صراحه غير محبب، انه والله في التزام، لا ما ابي اداوم، ما ابي اروح المدرسه. ولكن لما يعني طالب من نفسه يقول مثلا بنام عشان باكر والله اروح المدرسه، فما اعتقد انه يعني في عقولهم افضل من هذا الانجاز الواحد ممكن يعني يوصل. يعني كاولياء امور يعني تدري معاناته مثلا مع الطلبه، والله انا بغيب، انا صح. مريض وهو مو مريض، انا والله مالي خلق ولا ما ادري شنو، شيء حلو كلنا شيء حلو لما اي الطالب نفسه ينطر يوم معين، ينطر مثلا الخميس، ينطر يعني مثلا في بعض يعني للاسف بعض المدارس يوم الخميس نسبه الطلب مثلا في غياب، اي لك اذا كان نسبه مثلا الغياب 0% بالمدرسه، هذا دلال على نجاح المدرسه. صحيح. وعلى الفعاليات اللي قاعد تصير. صحيح. فاحنا هدفنا الاساسي قلت لك الطالب نفسه، اذا الطالب ما غاب بهاليوم هذا معناته انه هو حاب المدرسه وحاب الفعاليات اللي فيها. جميل. كلمنا اكثر استاذ ابراهيم عن قصص نجاح، يعني لما طبقتوا هذه الانشطه وشفتوا الفرق، يمكن كان في طلاب مستواهم العلمي شوي كان ضعيف تعدلوا وتحسنوا من خلال كلامك، ركزت شوي على هذه النقطة. اي قلت في البداية ان احنا الهدف من الاساسي ان احنا نخلق بيئة جاذبة للمدرسة، فمن من خلال ان الطالب يحب المدرسة بالاخير راح يبدع، راح يعطي من يعني نفسه. يعني شفتوا طلاب بدوا يعطون من نفسهم ويبدعون. اكيد اكيد، لان بالاخير حتى نسبة مثلا التفوق راح تزيد اكثر واكثر. الطالب الحين مثلا سافت مثلا الانشطة الفعاليات اللي نسويها، ترى ما راح تشارك الا اذا كنت مثلا من يعني المتعلمين المتميزين داخل الصف. صح. مثلا اذا كان نظافة الصف نظيفة، السلوك الطلبة، هذيل اكافئهم، هذيل اول ناس مثلا يشاركون بالانشطة. فكذي من بعد هالشروط اللي احنا قاعد نحطها الطالب راح يشد حيله، راح يشد حيله من ناحيه الدراسه، من ناحيه الانضباط في المدرسه، علشان الهدف شنو؟ انه ياخذ ويستفيد من الانشطه هذه، لذلك انه راح يزيد مستواه العلمي من خلال الجوائز اللي احنا مثلا نقدمها من خلال الانشطه او الفعاليات راح اسويها يعني. نعم. انا اذا تسمح لي استاذ ابراهيم شويه باخذ وجهه نظر شوي ما بيقول مخالفه اللي قاعد يقومون فيه. في ناس مثلا يقول لك ان الانشطه هذه يا اخي ما لها داعي، زين في عندهم مثلا تربيه بدنيه ممكن يلعبون كره، في عندهم تربيه فنيه ممكن يرسمون ويضيع يعني ويطلعون خلينا نقول طاقتهم سلبيه. شلون ممكن تردون على مثل هذه وجهات النظر؟ بالاخير انا كمعلم، انا الطلبه اللي قاعد ندرسهم او متعلمين هذيل حسبه اخواننا الصغار وعيالنا، يعني احنا ما راح نسوي شيء لا يضرهم ولا يعني بالاخير كل شيء قاعد يصير لمصلحه الطالب. فلما يجي لك معلمين يبادرون، بالعكس هذا شيء حلو، ليش ما تستغل هالمعلمين هذيل اللي يبادرون ويعطون من نفسهم وجهدهم؟ غيرك والله في معلمين والله مثلا وانا بعطي حصتي وبمشي. صح. انا ليش اشتغل واعور راسي واسوي فعاليات وانشطه بهالكلام هذا؟ ففي معلمين لا بالعكس هم يعطون افكار، ترى سالفة القريش، القرقيعان، الأشياء اللي قاعد تصير يوم المعلم، عندك يوم التخضير اللي صار الأسبوع اللي طاف، هذه كلها أشياء تساعد ولمصلحة الطالب نفسه. نعم. مو للمعلمين نفسهم. فكل هالأشياء هذه إحنا بالعكس إحنا نحث المعلمين إنه يبادرون ويطورون من الفعاليات اللي يسوونها، فهذا شيء حلو بالعكس. نعم. أن يقدمونه دائما. يمكن فجر نتائج الترغيب تكون أفضل من نتائج الترهيب،
لما الواحد يعني المعلم يحاول يعني يرغب الطلبة في التعليم أفضل من المعلم اللي مثلا والله يخافون منه أنه والله إحنا بندرس لأن مثلا الأستاذ فلان شديد، لا إحنا بندرس لأن إحنا نحب الأستاذ فلان. أيوة هذه نقطة ترى وايد مهمة. بالأخير أنت لما تطلب من الطلبة شيء ما تطلب منهم يسوونه خوفا منك، يسوونه حبا فيك أنت. نعم عرفت، فهذا يعني جانب لازم نركز فيه. انت بالاخير اذا خلقت بيئه جاذبه وحببت الطالب انه يحب المدرسه ويحب مادتها العلميه راح يبدع. صحيح. واحنا يعني بهذا الاطار وقاعد نتكلم عن الابداع والانشطه، واليوم الاربعاء وباكر الخميس الونيس، ودي اعرف شنو قصه الخميس الونيس وشنو الانشطه اللي تقدمونها في يوم الخميس، يمكن شيء معين مختلف. أنا للأمانة توني توظف في مدرسة البيروني، ويعني قائدنا ومديرنا الأستاذ مؤيد العودة كل الشكر له بالتحية، هو معطينا مثل ما تقول الضوء الأخضر من ناحية الفعاليات اللي بنسويها. يعني أي شيء قاعد نسوي قلت لك إن مصلحة الطالب، فأول أسبوع لين ما جينا اللي هو الخميس اللي طاف قلت بالاخير ابي اكسب انا الطلبه اول شيء، ابيهم تعرفون علي، قلت خلنا اجيب عربانه تبرد. يعني هذا اول شيء انا سويته، قلت خلنا اجيب عربانه تبرد، جبنا تقريبا حول ال 550 برد ما شاء الله، وزعنا على الشباب توزيع، روح استانس. فالحمد لله هذا كان شيء بسيط غير الانشطه البسيطه اللي احنا قاعد نسويها بطابور الصباح او خلال الفراس. نعم دائما الانطباع الاول يعني مهم جدا، وعلى قولتهم هو يحدد يعني طبيعه العلاقه، فلما تبدا انطباعك الاول مع استاذك في برد اعتقد انه يعني انطباع جميل. احنا صراحه نشكركم على كل المبادرات اللي قاعد تقومون فيها، ويعني على قولتهم المعلم يعني مهما نسولف ومهما نتكلم عنه يعني ما راح نوفيه حقه. صراحه شكرا على تواجدك معنا استاذ ابراهيم. انتم اللي مشكورين وما قصرتوا، يعطيكم العافيه.